السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على أهم النقاط الإيجابية والسلبية في المباراة، يعني في زوج مباريات، وين أولا مباراة منتخب وطني جزائري عامة لم نستفيد منها ولا شيء، خاص تحسب 6 شهور باش نلعبو مع النيجر، تما رانا نحضرو للنيجر نورمال، وهي حقيقة باللي النيجر أوغندا وتنزانيا هما تحضير فانيك، علي رانا رابحين 2 ماتش يعني 6 بوا رانا مكاليفين، يعني تبقى تشوف مكاليفين، تبقى تشوف باللي مكاليفين ما كاش مشكلة. يعني كيما هكا 2 ماتش قاعد التهلهيل والبارود، واي واي واي، وبالك بالك بالك، والناس داخلة والناس مخلصة مشي داخلة، مشاكل هاي هاي هاي، الطفل ميت الله يرحمه، كلش من أجل النيجر. هذا مكان وين نتكلموا، يعني وين شاهدنا وين أهم نقاط التي هي خطة 4-3-3، يعني خطة لا تغني ولا تسمن من جوع حاليا في المنتخب، ويجب على الناخب الوطني البحث عن تكتيك جديد للمستقبل، لأن خطة 4-3-3 في المنتخبات بعض الأندية، خاطش كاين اللي يروح يقول لك باللي هو الريال وليفربول ومانشستر راهم يدخلوا بها، يا ودي يا ويديروا لكم هذيك الأخرى، بصح كل شيء يتبدل، كل شيء يتغير، تتولي تشوف 3 في الحقيقة، 4-3-3 كي تروح تشوف نتايا كيفاش يلعب غوارديولا ولا يلعب على بالنا، وين تولي الخطة دي فوا 3-5 سنين، دي فوا تشوف خطة 4-3-3 دي فوا تشوفها كيما هكا، تشوف كيفاش تشوفها متغيرة الخطة، تشوفها بلي كاتبينها لك بيان سبور، كاتبتها لك بلي 4-3-3 بيان سبور، كاتبت لك 4-4-2 بيان سبور تكتبها لك، مي تكون بارتي تلعب يدير لك تاع الاحصائيات ويدير لك الخطه، ما بهذيك دخل صح، انت لازم تشوف هذيك. نتكلموا وين زرقان وزروقي لا يستطيعان اللعب معا في المنتخب، وزروقي وين ظهوره في المنصب المسترجع ودليل، وين قدم صوت ثاني رائع في مركز ولكم بالعامية رقم 8 أو مسترجع ثاني رفقة نبيل بن طالب، زرقان خسارة نقاط كبيرة ولا والاستبعاد عدم استدعائه في لا أستبعد عدم استدعائه في تربص المقبل. هنا وين كنا نحضروا باك تعقلوا عليها، كنا نقولوا باللي هذا زروقي، وين مشي زرقان زروقي، وين كنا نقول لكم باللي المدرب ما راش عاطيه المنصب تاعو، راه راده عريضة ازياء، هذاك مشي المنصب تاعو مستر، يعني يلعب سنتينر ماهوش المنصب تاعو، دي فوا ولا تسيبو يلعب مع لاصق مع كيسموه مع بن ناصر، لاصق معاه مخلي ولا مكاش تناسق، مكاش تناسق ما بين 3 خطوط، تسيبو يلعب في لاضيف خاطش يمشي المنصب تاعو، كيفاش تايا في ليفانتي هذيك يلعب وتشوفو القدام والقذافات وتسجيل اهداف ويلعب يعني متقدم للهجوم ويعطي حلول في الهجوم وكلش، كيف ما يجي معنا ما يبانش الصوت ما يزيد، علاه خاطش المدرب ما كاش عاطيه البوست تاعو الحقيقي. معايا نتكلموا على بلايلي، يجب تدعيمه، يعني نقولوا باللي بلايلي حرفيا لعاب استعراضي وبدون فائدة، ويجب يعني تدعيمه، وربما يعني نقولوا باللي في تربص المقبل، يعني اللي من أجل إبعاده ومراجعة حساباته مستقبلا. حسن سبحان الله، شاهدنا وين غياب بالرحمة، يجب إعادة بالرحمة، إعادة لاعبين ليعطوا حلول، لاعبين صغار، لاعبين قادرين كي يلعب ثنائي ماندي طوبا في قلب الدفاع، يعني ونقولوا بالنسبة لنا ثنائي طوغاي طوبا ستكون الأفضل للمستقبل، حنا تمنينا
بصح ما عشان تحضر راهو الحبيب المدرب نتايا كونت زومب كونت غينيا قال لك زغط على مريزق. انا تمنينا نشوفوا لاعبين صاحبي، دور لعابه، دور لعابه وين عدم اشراك عمورة مريزق وزدادقة نقطة سلبية للناخب الوطني خاصة في مباراة غينيا. تنظيم واخراج والجمهور، يعني نقولوا باللي التنظيم التنظيم والخروج بالهجمات، يعني من بناء الهجمة من الخلف يجب إعادة النظر فيها من جانب المدرب. نكون نقولوا باللي المدرب ينجم يشوف هذه النقطة السلبية، يعني وين ولات نقطة سلبية للمنتخب الوطني الجزائري تعاود تولي تهدر، يعني كنا هدروا على أمر، يعني وين نقولوا له كيفاش باش وعلاش، علاش انت يا لعاب لعاب جبت تجيبها لعاب جبتها، نقولوا باللي مريزق صدادك صرتو هادو مريزق صدادك. ما الهدف من استدعاء حكيم صدادك في مباراتين شكليتين وديتين، وخاصة ونحن نعاني في المركز الظهير الأيمن ولا نشاركه ولا دقيقة؟ لو كان يعني كما نقولوا احنا قعد يحضر مع ناديه يعني خير كي لا يخسر مكانته. شو لعاب انت جبت ولا جبت ولا جبت، انت جبت زوج بشي غادي تلعب. انا شو نقول لكم كلمة، امنوني بالله اللي شاف كيفاش حضرنا على القائمة قلت لكم زداد ما غاديش يلعب ومريزق ما يلعبش. انا قلت لكم هادو ما غاديش يلعبوا وشعل تحكم بلال، واحد قال لي بلال ابراهيمي جديد يا ودي، قلت لك مال جابه باش يبان باللي ضعيف، باللي جابه باللي باش نشوفه بلايلي هو القوي. مليا تروا شتو شكون، يعني بدون منافسه جاب لك ثلاثه منا على الجهه تاع الدو خايف واللي عطى لي تبليسه، وجاب لك تروا وحده، جاب تروا وحده لعب مباراة الأولى وين خرج، عرف كيفاش يخرج كيسموه تاعنا ديلور، يعني زيرو خرج لك ديلور زيرو، عرف كيفاش يخرجه زيرو. هذه حقيقة نشوفوا فيها صاحبي، أنا ما غادي نصل لك لا بالماضي لا اللعابة، أنا نهضر لك شتا كاين، أنا لا يشوف بلي قارة باش نقول لك أنا راني هنا في طوب الماضي، أنا كم غالطينة. انا بالماضي ما نكر، ما بالماضي ننتقدو في الاخرى تاعها في اللعب في المكان اللي راه فيه كمدرب، يعني كاين امور مش يخلينا من الميدان، كاين امور لازم يقعد ويقعد اللعابه لازم يحكي لهم، يعني ولازم يعاود يعاود يتاشر راهم رايحين. شو اكسس اكسس نتوما الناس نقولها لكم لازم تدخلكم لي في ريسانكم، هذه اكسس اكسس البك بلي اكسس مي قال بلي هربت له يا ودي ماشي في الميدان. اللي خرج الهضره، اللي خرج الهضره بلي بلايلي فسخوا له العقد تاعو، اللي خرج الهضره بلي بالماضي في ابريل في فيبري خرج الهضره بلي بالماضي ما غاديش يعيط البونجاح وغادي يعيط يعيط البلفوظيل ويعيط ذاك تاع باريكو تاعنا هذاك بنيطو. هذاك هو اللي قال اكسس، قال له يا ودي راهي مبردله، راهي مبردله والله تعرفوا اش تصرا في الازيد. عندي واحد حبيبي منا من الصناف يخدم في الازيد، يخدم الداخل في الازيد، خبرني الأ والزيد بالأ والزيد واش صرا واش كاين، يعني امور معليش نخلو الهيشر يشوف بلي كاين الصرابه وكاين من وكاين، رغم ان شاهدنا وين بلايلي في الخروج تاعو كيفاش فكرنا ماجر الله يذكره على خير، فكرنا ماجر الله يذكره على خير. هذه ما تنساوش اعطونا جيم كومونتير وبارطاجونا الفيديو واعطونا الاراء تاعكم، اعطونا الاراء تاعكم.
سعيد أخوتي، ربي يحفظكم.